السلام عليكم خاوتي، راني داخل سيارة سيتروين امي، وهي سيارة لا تستحق رخصة القيادة في بعض الدول، وهي من صناعة شركة سيتروين الفرنسية لصناعة السيارات، وهي سيارة كهربائية صممت لتكون أرخص سيارة، سعرها 7100 أورو، تتسع لشخصين فقط، ويبلغ طولها 242، وتختلف عن باقي المركبات، إذا شكل مقدمتها يطابق خلفيتها، وشكل الباب الأيمن تماما مثل الباب الأيسر، تابعوني.